شربي طال عمرك. وقتنا بدأ. يلا يا عيال يلا. شربي. عادة. استريح يا عيال. السلام عليكم ورحمة الله. بدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم المتسابق فهد بن فاري العتيبي. من كان معنا اليوم عند الأستاذ علي بعد المغرب؟ أحمد، إيش كان الموضوع؟ أنا؟ طيب وقف التايمر، ليه شغال ولا طافي؟ حيطفي؟ طيب وقفوا هذا عن إذنكم، بس بروح أغير الماك لأن الشحن الظاهر طافي. حين باك طال عمرك، ما يعطيكم الظهرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فهد بن فاري العتيبي. الربع على طاري موضوعنا الأول، من كان معنا أحمد؟ إيش كان الموضوع؟ الصدقة طوال العمار، يعني أنا لو ما الصدقة يمكن ما تشوفوني بينكم. الصدقة والله تزين حياتك من إلى، تقلب على قولتهم سوادك بياض. أذكر اللهم صل على محمد فيه مرة نصحني واحد، يعني العمال البلدية الناس المحتاجة تصدق عليهم، تصدقت على عامل البلدية والله بريال، والله أصبحت يا رجيل يمكن ب 12000 ريال، والله ب 12000 ريال. وصرت ما قد يمكن لي 3 سنوات ما قد مريت عام بلدية وشفت بعيني ومعي فلوس ما عطيت. أقل أعطيه ريال يجيني 100 ريال في اليوم. فأقول نصيحة، تصدقوا قد ما تقدروا. وهنا أخواني عندهم أسئلة، اسألوا على قولتهم أنتم السكينة والحمو اللي تبونها بشروب. هذه والله ما هو بعشان هذه، إلا واقفين قدامكم هرجي الحالي، الله صدقه فوق كل شيء. الله يطول عماركم. اسلام ابو فاري، عودنا بقصه. قصه ابشر بي، هذا مجنون عند ربعه طال عمرك وشيخ دوبهم تشيخ دوبهم طويع. راح تطوع وجاهم. اخذوا الشيخ للمجنون يا طويل العمر، قال انا بك تعالجه. هو يعرفه قبل الشيخ انه المجنون هذا ما في شيء. بس ما ادري وش اللي جاء. قال الشيخ المجنون يا طويل العمر، قال مجنون اثنين، قال الشيخ كذا، قال مجنون، قال الشيخ كذا، قال مجنون كذا، قال هذا ما في شيء، والله ما في شيء، فكوه يا مسلمين ويروح. قال ارجع يا مسلم، والله مجنون. قال والله ما في شيء. قال من حاش تقصد؟ قال قلت لك كذا ربي. قال ما له ثاني، قلت لك كذا. قال رفع السماء بلا عمد، قال نزلها، قلت له يمين، قال تشرق، بامره، اشر عليه يسار، قال تغرب، بامره. قال والله انك صادق، نبي نروح ننشد راح ننشد المجنون. قال وش قال لك يوم قلت كذا؟ قال يقول افقع عينك واحده، قلت افقع عينك اثنتين. قال يقول لي كذا، قال اشيل بك فوق، قلت اضرب بك سيف وين. قال كذا، قال طشك يمين، قلت طشك يسار. لا تدرون المجنون اجنن الشيخ، قفلوا عليه بس. لا اسمع خلنا اسلم.
انت اقتدام على المفارق والفراق وما ادري ايش، انت تحب بلاش علمك. لا والله لا 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 والله، لكن المفارق فرقت. ها اسلم. فرقت من كنت اعده في الليالي عضيد. عضيد. ما عاد باقي معي غير 4 من صوره. ما ادري تفيد الصور ولا ما عاد تفيد، مير الوكاد من صبري شاب راس. اشعره يا ابو محمد عاد تقول ويش الجديد، ما عاد عندي جديد الا هذا واشتره من فارق اللي يحبه. عاش عمره وحيد، الاول ما راح جامه الملوك فار. الله اكبر عليك. وانت الله اكبر عليك. انت لازم عبد الله يسلم. ما قصرت. الله يوفقك. الله يسعدك يا حبيبي. الله يجمعنا. الله يسعدك. الله يجمعنا. تبون نشلها ولد ولا نخليها؟ ها؟ ها يا عيال. تعال مو يا شيلها نبقاها حلو. انت بعدنا.